تخيل لو كانت هناك كلمة إذا قلتها تغير الزوج أو الزوجة للأفضل، بحيث لا يحصل بعدها إيذاء بالكلام أو الأفعال بينكما أبدا، وفوق هذا صلح أبناؤك وتحسنت صحتهم وتفوقوا في دراستهم، حتى لما كبروا تزوجوا من الصالحين وترتاح معهم ترتاح. كل هذا حصل بكلمة. هل هذا موجود؟ نعم موجود. أين موجود؟ في القرآن. هذه الكلمة موجودة في القرآن، إذا قلتها وأنت متيقن من الإجابة فسوف يختار الله لك أفضل زوجة ويختار لك أفضل زوج، وإذا كنت متزوجا أصلا فسوف يطيب الله خاطرك في حياتك الزوجية وفي أبنائك مما يغير حياتك تقريبا. أين هذه الكلمة؟ أين هذا الدعاء؟ قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.